وقعت مجزرة في الداخل نتاع السجن نتاع سركاجي، وطبيعة الحال أنت كنت موجود هناك، ممكن تحكي لنا على المجزرة هذه كيفاش حدثت؟ يا أخي شوف، قضية المجزرة، مجزرة مجزرة بمعنى الكلمة، يعني وعيب كبير على النظام القائم آنذاك، واللي كان يتمثل في شخصه في النيابة العامة اللي كان عبد الملك السايح. عبد الملك السايح في ذاك الوقت يقول في البروسي تاع سركاجي بالحرف الواحد، يتكلمها بالفرنسية مكتوبة رأي قدامي، يقول ليطا نا با بوزوان دو تيموا. هذا كلام خطير، يعني نائب عام يقول ليطا نا با بوزوان دو تيموا، ما تسحق الشاهد، الدولة ما تسحق الشاهد. هذا كلام كارثي. واليوم راه مدير عام تاع مكافحة الإدمان، يعني يكافح من إنسان اللي يعني في سركاجي، قضية سركاجي شحال ماتوا فيها. هو النظام يقول باللي كاين 93، ولكن أنا نتحداهم ونقول لهم كاين أكثر من 93، والدليل عن ذلك باش نتحداهم كاين أكثر من 118. لأنه علاش يا أخي؟ حنايا القضية ينسبوها لمن؟ قضية سركاجي لمن ينسبوا القضية؟ ينسبوها لبوعكاز، هتسمع بيا؟ نعم، ينسبوها لبوعكاز، هو اللي مترأس التمرد. شكون هذا بوعكاز؟ بوعكاز كان محكوم عليه بالإعدام، باباه عقيد في الجيش. يعني شر البلية ما يضحك. أن بوعكاز هو اللي يترأس التمرد، ولكن في البروسي تاع سركاجي في الأموات بوعكاز ماشي محطوط الاسم تاعو. علاه ماشي محطوط؟ ما نعرف، هذه علامة استفهام. هو قتلوه، هو قتلوه ثم في السجن. زرك المشكل، هذا هو ميت، بصح المشكل ماشي موجود، بوعكاز ماشي موجود في القائمة الإسمية. نقدر نقرا لك كاع الأسماء، 93 واحد اللي حاطينه في القائمة الإسمية. والمصيبة راه ما عندك الأسماء قدامك. أنا عم عندي الأسماء قدامي. إذا ممكن اسمح لي. والمشكلة وين؟ المشكلة أنه في القائمة الإسمية، المشكلة كاين تقريبا 17 واحد يحطوه إكس في سدالجيري. حنا نعرفوا السجين لما يدخل للسجن عنده البصمات تاع صبعته في 10، وعنده البصمات تاع الكف نتاعو اليمين والشمال. من بعد يصوروه ويديروا له بالبياكوليزم، يكيلوا له الراس تاعو، يكيلوا له وذنيه، ويكيلوا له الانف تاعو. من بعد يموت داخل سركاجي يحطوه اكس في سدالجيري. اخي هذا كارثه. من بعد عبد الملك السايح يقول لي طما با بوزوان دو تيموا، هذا يعني كلام خطير يقول له عبد الملك السايح، هو الممثل نتاع الدوله، يعني يتكلم نيابه عن الرئيس زروال انذاك، او يتكلم على نيابه على وزير الدفاع، او يتكلم على نيابه على لسان وزير العدل او وزير الداخليه او شكون، كيقول ليطا. اما لا هو ليطا، الا هو ولا هو ليطا، ما لا وزاره العدل ولات مسيسه، المحاكم ولات مسيسه، ولا ولات مسيسه ما كاش وزاره عدل، ينحوها يديروها وزاره واحده اخرى. من المفروض يمثل النيابه العامه، يتكلم يقول جيبوا لنا الناس اللي عنده معلومه يجيبها لنا، هذا هو الكلام نتاعو. من المفروض اكبر الشهداء اللي يكونوا يشهدوا، اكبر الشاهدين عفوا، هو انا وعبد القادر الحشاني عليه رحمه الله. لانه انا وعبد القادر الحشاني حنا وياه اللي كنا وسايط ونتفاوضوا مع النظام، على ما عيطوناش المحكمه. القضيه نتاع سركاجي فيها تقريبا 200 واحد اللي حاكموهم، العيه دائما يعيطولوش، وانا اللي كنت نتفاوض مع النظام. هذا مشكل. القائمه يعني 16 واحد مكتوب عليها علامه اكس في سدالجيري، يعني كارثه يا اخي. هذا عيب كبير وعار كبير باش يحطوا اكس في سدالجيري ومن بعد يذكروا 93 واحد. لا اخ عبد الحق، انت الان راك جيت يعني للنهايه، يعني اذا كيفاش يعني وقعت العمليه بالضبط، يعني كيفاش بدا وكيفاش دخلوا، كيفاه وقعت هذه الاحداث يعني ثم داخل السجن، لانه المواطن الجزائري يجهل هذه الحقائق وما نقدروش نعرفوها من المستحيل الا من طرف الناس اللي عندهم الشجاعه على جال باش يقولوا مثل هذه الحقائق. وكما تعرف من انه الاعلام والصحافه نتاع الخرشف، الصحافه نتاع البلوط هذيك، الصحافه نتاع الطنبوله، ما عندهاش الشجاعه على جال باش هي تتطرق لمثل هذه الاشياء.
شوف يا أخي، قضية سركاجي من المفروض الحاجة الأولى، الشيء الأول اللي يتعاقب، الأول اللي يتعاقب، ونقولها ونعاودها، أول من يعاقب هو مدير السجن آنذاك الهداوي أحمد، والحراس اللي كانوا الصباح في النهار واللي كانوا في الليل برمانتس، لأنه معروف باللي في السجن في كل سجون العالم باللي لافوي تندار داخل السجن أسبوع 10 أيام تندايفور جينيرال، والجناح المحكوم عليهم بالإعدام تقريب يومياً تندار لافوي. كيفاش هذا يدخل السلاح الداخل زنازل نتاع كونداني أمور وعنده الكوردة وعنده كذا وماشي جايبين له خبر؟ هذا من المستحيلات السبعة باش ما كانوش جايبين خبر، كانوا على بالهم ونتحداهم، وأنا مستعد نروح للمحاكمة معاهم وما نخاف من حتى واحد في قضية سركاجي. قضية سركاجي كانت قضية مدبرة. كان بوعكاز، بوعكاز عليه رحمة الله، عنده أخوه كان مع الجماعة برا، اتصلوا بحميد المباركي اللي مازال موجود إلى يومنا هذا في السجن، محقور حميد المباركي المحقور، محقور مظلوم وسمحنا فيه، نقولها مباشرة سمحنا فيه. حميد المباركي ربما لو كان مشى مع الله مافيا تاع الطاليان ما يسمحوش فيه، حنا سمحنا فيه، حنا الإخوة سمحنا خوافين، سمحنا كل واحد نفسي نفسي سلك روحك. يسمى حميد المباركي لو نجح تمرد كنا نهربوا، ما نجحش تمرد خليه يخلص وحده، اليوم راه في سركاجي يخلص وحده، هو في الحراش وفي باتنا وفي كذا وكل يوم يضربوه. من المفروض راه برا ويقيسوا قانون المصالحة، بصح حقرينو حقارين، أنا نقولها هكذا حقارين. المهم المهم بوعكاز عنده خوه برا، اتصل بحميد مباركي، زير حميد مباركي خوفوه، نديروا لك ونعملوا لك سيدي يسكن في منطقة نائية، يسكن جهة الدواء في قرية في دوار. المهم خوفوه، نديروا لك نعملوا لك نقتلوا لك خوتك نقتلوا لك فاميلتك لو كان ما تديرناش كذا وكذا. المهم حميد مباركي جاب السلاح وداه مدو للجماعة، صح دخل السلاح للجماعة، بصح خو بوعكاز ألقي عليه القبض قبل ما توقع العملية، ألقي عليه القبض. كي ألقي عليه القبض اعترف واش كاين واش راح يصرى في سركاجي. النظام من برا كان على باله، نتحداهم أنا مستعد نشارع معاهم من قبل حتى واحد، كانوا على بالهم واش كاين لداخل سركاجي، كانوا موجدين. جماعة نهار كي جاو باش يخرجوا حوالي 3 نتاع الصباح كانوا ديجا الدرك، كانوا مسركلين كاع سركاجي. المهم الجماعة كي خرجوا من الزنازن حقيقة قتلوا الحراس، قتلوا رب حراس. الحراس نعطيك حتى الأسماء انتحهم اللي قتلوه، يعني خطأ اللي داروه الإخوة. قتلوا الحارس الأول واسمه الشريخي موسى، هذا شيخ كبير من لامونطان من البرج برايجي، وقتلوا زغرابة سيد أحمد، وقتلوا بوزيد محمد وبخوس راشيد، هذو ربع حراس قتلوهم. كانوا حاكمين زوج أوطاج، حاكمينهم زوج أوطاج. لما كسروا الزنازن الإخوة لحقوا لعندي بعد صلاة الصبح، كسروا الزنزانة تاعي خرجوني. كي خرجوني كانوا حوالي واحد 200 أخ ديجا برا. المهم كي خرجوني طلعت أنا للكارتير فوقاني وين كانوا هما في النيفو 1، أنا ديريني تحت الأرض وحدي. المهم خزرت لقيت شراطي، لقيت طاجوري، لقيت حسن كعوان، لقيت الود، لقيت الجماعة كلهم عليه رحمة الله. قلت لهم يا جماعة لازم نديروا خليط أزمة وراه عبد القادر حشاني. قالوا لي عبد القادر حشاني ومزال بالزنزانة تاعو الفوق في الانفيرميري دايرينو مع الأخ مع مباركي مع واسمو بو معرفي، دايرينو قدام بو معرفي. مديت أمر أنا للإخوة الداخل من بينهم جمال العسكري وليد كولونال ومازالوا ليومنا في السجن حاقرينو ثاني كيف كيف رام حقرينه، ونتطرق لك من بعد الكلام هذا. المهم قلت الجمال العسكري دي معك زوج، وطلع لعبد قدر حشاني هبطوا، وإلا ما حبش يهبط كسر الباب جيبوا بالسيف هبطوا. المهم طلعوا الحمد لله كسروا الباب على عبد قدر حشاني، جا كي هبط عبد قدر حشاني عليه رحمة الله، جا قعدنا في الجناح نتاعنا درنا خالية أزمة، بدينا نتكلموا كيفاش نديروا. المهم اقترحنا يخرج عبد القادر حشاني والشيخ شراطي يخرجوا يتكلموا مع النظام برا. الشيخ شراطي قال لي لا انا ما نخرج، انت اللي تخرج، انت اللي تعرف تهضر مع العسكر هذو وانت اللي تدبر راسك معاهم، يخرج سياسي ويخرج عسكري. المهم عبد القادر حشاني قال لي كيفاش نخرجوا؟
تشوف عبد القادر انا نخرج لقدام الى جرصاص خلي يجي فيها. حنا كي افونسينا لحقنا عند الباب نطق واحد الضابط نتاع الدرك ولازم اول نشفى عليه ونعرف الاسم نتاعو لانه هو اللي كان يديني للمحكمه ويجيبني واسمه مبروك. طلع لي من الفوق قال لي العييده وراك رايح ولي. تكلمت معاه قلت له اسمع يا مبروك قلت له انا راني خارج انا وعبد القادر حشاني رانا خارجين لبرا. قال لي ما يخرج حتى واحد حتى نتصل باللي راه برا. المهم خرج لبرا تكلم مع القيادات نتاعو وعاود ولا. قال لي تخرج غير انت وعبد القادر يخرج الثالث ننتهي. المهم خرجنا انا وعبد القادر حشاني بدينا نتكلموا معاهم برا. لقينا زوج جنرالات معاهم النايب العام معاهم مدير عام تاع اداره السجون اللي اقيل من منصبه في هذاك الوقت من بعد. وكان اليمين زروال جالس لنا وعاود راح. شكون هما هاد الجنرالات الزوج هذو؟ كان من بينهم شريف ابراهيم فوضيل. ايوه من بينهم شريف ابراهيم فوضيل كان حاضر. المهم تكلمنا معاهم عاودنا دخلنا للداخل قلنا لهم يا ودي راهم كاين راهم حراس ميتين وكاين اخ واحد ميت. حنا ما ذهبينا ما يكملش الدم يسيل حنا نحبسوا الامر وخلونا ندخلوا ثلث محامين لداخل السجن يديروا الاحصائيات لداخل ومن بعد الناس اللي قاموا بالامر هذا هما يسلموا رواحهم ونحلوا المساله. دخلنا انا وعبد القادر حشاني هبطنا للاخوه لتحت تكلمنا معاهم الزوج اللي كانوا حاكمينهم اوطاج الزوج حراس كيفاش نديروا لهم باش نبينوا للنظام باللي عندنا حسن النيه. قلنا لهم هذا الزوج اللي راهم لتحت عيطنا لهم جابوهم لنا جابوا لنا الزوج هذو درنا لهم يعني قلنا لهم كتبوا كل واحد يكتب اسمه في ورقه قرعنا لهم درنا لهم القرعه شكون اللي نخرجوه لهم. المهم طاح واحد الكارديا خرجناه كي خرجناه يا اخي ماشي داوه داوه للطبيب داوه لاطورتير هبلوه هذاك الكارديا قالوا له علاه طلقوك سيك انت معاهم متشارك. هذا الكارديا مازال له حي داوه هبلوه هبل طاحوا عليه بلاطورتير قالوا علاه خيروك انت والاخر خلاوه واحنا سبحان الله والله العظيم الله يشهد باللي درنا القرعه. خرج الكارديا هذا خرجناه لهم. المهم بقينا في اخذ ورد رايحين وموليين رايحين وموليين ينطق لنا عبد الملك السايح وواحد الجنرال يخبط لنفتح في الارض ويقول لهم كي ولاو جوج مساجين يحكموا فينا اما لا راحوا يشوفوا قيادات واحد اخرى تاع البلاد. عبد القادر حشاني ينطق ليه قالوا اسمع قالوا هذه قضيه دماء ماهيش قضيه لعب هذو ولادنا وولادكم حنا نحافظوا عليهم تحافظوا علينا الشيء اللي صرا صرا ما راحش نردوه الدم اللي سال ما نردوش حنا نحبسوه. المهم هذاك الجنرال وعبد الملك السايح خرجوا عاودوا ولاو نطقوا لي انا قالوا لي انت تدخل تعاود تدخل عندك 4 ساعات تتكلم معاهم. عبد القادر حشاني نوضوه دخلوه للكابين تاع المحامين داروا له جوج حراس وغلقوا عليه. انا دخلوني كانوا معولين يصفوني اما انا المهم دخلوا باش يصفوني كانوا معولين يصفوني. لما دخلت نلقى اخ من الاخوه محمد تبي عليه رحمه الله حط بومعرافي فوق فخذه بومعرافي. دخلنا احنا للزنزانه في واحد 14 واحد غلقنا الزنزانه عطانا المعلومات كاع واش كاين كيفاش كتلبوا ضياف شكون اللي مدلوا الاوامر وخرجت. انا كي خرجت محمد تبي قال لي ندير بومعرافي فوق فخذي ندير له شغل الموس باش نخوفوهم خاطر على بالي بلي ما يقتلوش بومعرافي باش ما يقدروش يقتلونا حتى تفروها انتوما. انا كي جيت خارج كاين واحد الاخ خرجته معايا مازال له حي خرج معايا واسمو احمد شمره مازالو ساكن في بوفاريك. كي جينا خارجين جاو يتيروا علينا لي بار واحد الضابط نتاع السجن درك راه مدير دخل بالميغافون يعيط قال لهم بالك كنت تضربوا بالك تضربوه العييده هذاك ما ضربوهش. خرجني خرجنا لبرا جادوا دخلوني انا مع عبد القادر الشيباني دارونا في كابينه غلقوا علينا المهم كاين واحد بياع من داخل السجن هو اللي عطى لهم المعلومات وراهم الاخوه قاعدين ويشتكون. المهم الاسم هذا ما نذكرولوش درك يجي نهار ونتذكره. نشوفه انا عبد القادر حشاني داخل مع النايب العام والمدير من المكتب تاع المدير وجاي من برا كيفاش خرج ما عرفناش كيفاش خرج. المهم دخلوا داروا متزاره يا اخي داخلين بالاف ام بي كي اس الاف ام بي كي اس هذا الرشاش يرمي 1700 متر البعد. والسلاح هذا يستعمل في التمشيط دخلوا يضربوا به هما داخل المساجين في 4 مترات في 2 مترات بين الحيط والحيط في 5 مترات في 10 مترات في منطقة ضيقة. دخلوا بلي جرونات من حوالي صلاة العصر حتى لصلاة الصبح هو التير. في لحد صلاة الصبح يدخل العباس الغزيل
هو اللي حبسها. دخل عباس غزيل قال لهم صاتشيفي هذا اللفظ هذا. جاء عباس غزيل خرج جا لي خالد نزار جبد عليا الناس مليمتر قال لي كفاني ما عارفين قتل وسبني بالكلام كلام ما قدرتش تنظر. يدور عباس غزيل عبد القادر الحشاني نحلوا النظارات تاعو وعفست عليهم كسرهم ومد امر للحراس قال لهم نحلوا لحيه. هذه هي قضيه حكايه سركاجي. حكايه سركاجي الاخوه كانوا يقتلون بلا كروا فوق ظهرهم. نعرف الكارديانات اللي كانوا يديروا لا كروا فوق ظهر يديروا لا كروا شكونوا مالكم طاني امور وكارديان هو اللي كان يربط فيهم بالليمينوت ويتيروا عليهم. من بينهم احمد الود الدكتور احمد الود عليه رحمه الله قلت له قدامي قلت له شوش كارديانات وفا ضربوه بالمرطول الراس قلت له قدامي. هذه هي مجزره تاع السركاجي. من بعد يجي السي المدير تاع السجن ونايب المدير ويدير الناس بالكاقول ويجيبهم يشاهدوا على السجناء. داروا قضيه فيها تقريب 200 واحد باش يغطوا القضيه يغطوا الشمس بالغربان. في الاخر يبقى يخلص فيها شكون؟ حميد مباركي. حميد مباركي ما عنده لا نقابه ولا جمل حتى وان دخل السلاح تحت التهديد نقولوا ما نعطولوش المبرر بصح قانون المصالحه والميثاق يقيسوا. انا ما طلقوش